اهلا وسهلا بكم متتبعين الان. حمله امنيه على الدراجات الناريه اللي مركونه بطريقه غير قانونيه في ساحه جامع فنا. الضابط يونس الترغيني هو اللي كيشرف على هذه العمليه هذه. احنا الان في ممر البرنس ورا سينما مبروكا. كيف تشوفوا حز عدد كبير من الدراجات الناريه المخالفه، الناس اللي ما كيتيوش الدراجات ديالهم لي باركينغ. لاحظوا العدد الهائل ديال الدراجات. هاد الحملات الامنيه اللي هي متتاليه باش الانسان كله ياخذ الحق ديالو، وللامانه انا كذلك فايت ليا تحت في هذا الموقف هذا اكثر من مره، واللي طاحي وتي ديجا فيه الصفقه راه تيخلص. الحاجه اللي مزيانه هنا هو انه كتخلص وكتدي الموتور في البلاصه، يعني ما كتسنى شي باش يديو لك الموتور المحجز البلدي وتبقى نتخسخ سير هنا ما تمشي هنا ورجع هنا. الضابط الصرغيني يقوم بعمل جبار، الحمد لله تتعامل بكل يونة مع الناس، توريهم الحقوق ديالهم وتوريهم كل شيء. ايضا الناس اللي كيمروا من لانتيرجي، يعني الاماكن اللي ممنوع فيها المرور، فعمل جبار كتقوم به المصالح الامنيه هنايا. النوره ديال البلاكه ديال لانتيرجي في الدخله هنا في اليمن، وهنايا البرانس على لانتيرجي ها هي، يعني ما يمكن لك تجي وتدخل لانتيرجي كاينه. بزاف ديال الاماكن هنا بصح جامعتنا والاسواق المجاوره تتركنوا فيها الدراجات بشكل اعتباطي وعبثي اللي كيتسبب في ازدحام شديد وكيتسبب في مشاكل كثيره، سواء للتجار سواء للمرافقين سواء الناس اللي كيجيو باش يتقداو من ساحه جامعتنا والاسواق المجاوره لها. فهذه ممكن نعتبرها على انها ولات حمله روتينيه وليست حمله موسمية أو أسبوعية أو شهرية، فهي حملة روتينية. هاد الحملة أجبرت الناس بزاف باش يتمو جايين راجلين ميجيوش راكبين على الدراجات ديالهم، أنه جا راكب على شي موتورة غادي يتشد ليه بحكم أنه كاين علامات ديال المنع، علامات ديال المنع هنايا. وهذا الشيء اللي خلى هاد الحملة هادي تستعر في هاد الوقيتة هادي.
كيف تشوفوا ما زالت الحملة متواصلة في هذه الأثناء. دابا الساعة 8 مساء، الحملة لا زالت متواصلة. كيف قلت لكم الشيء الجميل هو انه راه الانسان تيخلص شي بلاصه، ما تيتسخسخ، ما تيمشي لا الفوريان ولا هم يحزنون، يخلص البلاصه غرامه الجزافيه ديالتو. إذن سيدي السادتي، نصوركم في هذه اللحظات وإلى مباشر جديد بحول الله وحدث آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله.